حذفت المبتدا عشان اصل الجمله دي الكتاب على المكتب. اذا يجوز حذف المبتدا اذا فهم من معنى الكلام اختصارا وتوفيرا للطاقه، توفير كلام يعني. بيحصل الكلام ده كتير قوي في جواب الاستفهام. يعني انت لو عايز تطلع جمله حذف فيها المبتدا شوف جمله جواب استفهام. يعني بقول لك كيف حالك، انت ترد تقول لي ايه؟ ها، بخير. اصل الكلام ايه؟ حالي بخير. اذا لما اجي اعرف بخير دي عليها ايه؟ الباء حرف جر وخير اسم مجرور، وشبه الجمله خبر لمبتدا محذوف تقديره حالي بخير. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وما ادراك ما هي نار حاميه، ها، وما ادراك ما هي، دي جمله وخلصت. نار حاميه، خلي بالك جمله نار حاميه ديت، نار دي منكره ما ينفعش تبقى مبتدا لان المبتدا غالبا معرفه، صح؟ اذا نار هنا تعرب خبر لمبتدا محذوف تقديره ها هي نار حاميه. اذا يكثر حذف المبتدا في جواب الاستفهام. ايضا يكثر حذف المبتدا في عناوين الكتب والمقالات. لو لقيت كتاب مثلا مكتوب عليه قصص القران، الكلام ده يا جماعه لما نيجي نعربه ازاي؟ لو كتاب مكتوب عليه قصص القران يبقى قصص دي خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا قصص القران. يا شباب هنا نستطيع ان نقول ان المبتدا يكثر حذفه في جواب الاستفهام وفي عناوين الكتب والمقالات. وايضا ياتي المبتدا محذوف في قالوا، يعني بعد قالوا، لو جه بعد قالوا نكره كده واقفه لوحدها زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران قالوا اضغاث احلام. خلي بالك اضغاث ما ينفعش تبقى مبتدا لانها نكره، احلام دي مضاف اليه. اصل الكلام ايه؟ هي اضغاث احلام. اذا يا شباب يجوز حذف المبتدا في جواب الاستفهام وفي عناوين الكتب والمقالات وبعد القول اذا اتى نكره غير كامله المعنى او لابد من استنتاج المبتدا محذوف. الاخطر بقى والاهم هو حذف المبتدا وجوبا. يا ترى ايه الجمل اللي ممكن المبتدا يحذف فيها ولا يذكر، واذا ذكر يبقى خطا. خلي بالك الجمل دي ثلاث جمل اساسيه وجمله زياده رفاهيه هقولها لك. الجمله الاولى لما يكون في نعمه وبئس والمخصوص متاخر، انتبهوا كل كلمه لها معنى. يعني نعم الرجل محمد، كنا بنعرب محمد ديت خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، اصل الكلام نعم الرجل هو محمد، لكن لا يجوز اظهار هو، يكون مقدر في العقل فقط. لكن لو محمد جت في الاول ما عادش فيه مبتدا محذوف، انتبهوا، يعني محمد نعم الرجل ما فيش مبتدا محذوف، لكن نعم الرجل محمد يبقى فيه هنا مبتدا محذوف تقديره هو. انا كل ده بديهولك ليه؟ عشان في سؤال يجي لك في اخر السنه او في الامتحانات او في الكتب الخارجيه يقول لك استخرج جمله حذف منها المبتدا وجوبا مع بيان السبب. يبقى اول جمله دور عليها واسهل جمله في الجمل هي جمله نعمه وبئس. يعني هو لو الممتحن مش عايز يرخم عليك هيجيب لك على طول جمله نعمه وايه؟ نعمه وبئس. طيب لو ما فيش نعمه وبئس، انت دورت على نعمه وبئس وما فيش، او لقيت نعمه وبئس بس المخصوص جاي في الاول يبقى ما فيش حذف، يبقى تدور على حاجه، معلش استحملني في الجمله ديت، حاجه اسمها اشعار بالقسم. يعني ايه اشعار بالقسم؟ يعني كلمات لم توضع للقسم لكن معنى الجملة في قسم. ازاي يعني يا استاذ؟ يعني في بعض الكلمات كده تحس انها بتشاور على القسم كده دون ان تصرح به، زي في ذمتي وفي عنقي اللي بنقولها في العامية يا جماعة، ساعات يقول لك ايه برقبتي، مش كده ولا لا؟ برقبتي ايه؟ هو يقول لك ايه في رقبتي، ما تقلقش، في رقبتك ايه؟ ايه اللي في رقبتك؟ يعني هو قال في رقبتي وسكت، في رقبتك ايه بقى؟ فواضح انه كان عايز يقول لك في رقبتي عهد، يعني في رقبتي قسم. يعني زي ما اقول لك هنا، ها، في ذمتي لاتصدقن. يعني ايه في ذمتي لاتصدقن؟ اي في ذمتي قسم لاتصدقن. واضح ان في دليل عليه القسم خالص، نون التوكيد ولام القسم اهي. ها، في عنقي لافدين وطني. في عنقك ايه يا عم؟ في عنقي قسم او عهد لافدين وطني. واشهر حاجتين بيدلوا عليه هما الشبه الجمله في ذمتي وشبه الجمله في عنقي. يعني انت لما تلاقي شبه الجمله ده موجود في ذمتي او في عنقي موجود في فقره، غالبا ما يكون فيه، انا عايز اقول غالبا مش على طول، ها، غالبا ما يكون فيه معاه مبتدا محذوف. عارف ليه بقول غالبا؟ عشان لو قلت مثلا واحده بتقول في عنقي قلاده، انتبه، واحده بتقول، بنت بتقول في عنقي قلاده، قلاده عقد يعني،
هنا ما فيش ايه في فين بقى القسم هنا؟ اظن في عنقي هنا لم تؤدي معنى القسم صح. طب في ذمتي دين لفلان، في ذمتي دين فلوس يعني عليا فلوس لي، ما فيش هنا اي ما فيش هنا قسم. اذا لو في ذمتي وفي عنقي ما دلتش على القسم ولا لمحت بي، يبقى ما فيش مبتدا محذوف. انتوا ملاحظين؟ لا يعني مع نعمه وبئس اشترطت شرط، ومع في ذمتي وفي عنقي اشترطت شرط، عشان ما بنطلع. اذا يا شباب المخصوص مؤخرا، ويحذف المبتدا وجوب مع في ذمتي وفي عنقي اذا اشعرت بالقسم او دل معنى الجمله او دل شيء في الجمله على القسم، والا ما فيش حذف يا شباب. تمام كده؟ الجمله الثالثه بقى، ودي يمكن الجمله الغريبه شويه عليك انت ما بتلاحظهاش، مع ان احنا بنقراها على الحيطان كتير الجمله دي. ساعات كده في الاحياء الشعبيه تلاقي ناس مثلا كاتبه على البيت من بره حج مبرور. يلا نعرب اليفط في الشارع بقى، ها؟ حج مبرور. طب نعرب حج دي ايه بقى؟ حج ده ايه؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره ها حجي حج مبرور. يعني الراجل ده كان المفروض يقول ايه؟ حجي حج مبرور، بس يعني توفيرا في الكلام قال ايه؟ ها حج مبرور. بص النغمه دي انا عايزكم يا جماعه ايه، بصوا اصل الموضوع بس شويه عشان احنا ما بنستخدموش كتير واللغه العاميه طاغيه يعني. ف حج لما تلاقي حاجه شبه حج مبرور يبقى في مبتدا محذوف. هقول لك بيسموها، هقول لك الاسم العلمي في الاخر ايه، بس معلش خد لي الجمله الاول، اقلف هذه الجمله، تعود هذه الجمله الاول. طب في القران ما سمعتش مره كده فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؟ صبر هنا نعربها ايه؟ صبر هنا نعربها خبر لمبتدا محذوف تقديره صبري صبر جميل. ده زي حج المبروج مبرور بالظبط. طب مثلا بقول لك ايه؟ حكم عادل، سمع وطاعة، نجاح باهر. هتلاقي كلمة نكرة مضمومة منونة كده في أول الجملة، ويجوز إنك تقدر من نفس حروف الكلمة المبتدأ. أنت ملاحظ أنا بقدر كأن عارف زي المفعول المطلق كده؟ بقول إيه؟ ها حجي حج مبرور، ها نجاحك نجاح باهر، حكمك حكم عادل، صبري صبر جميل. شفت بقى؟ ده بيسموه بقى يا سيدي الاسم العلمي في الاخر ايه بقى؟ الطريقه اللي انا قلتها لك دي بقى بيسموها ايه؟ عندما يكون ها المبتدا الخبر مصدر نائب عن فعله. يبقى الكلام الكبير ده يا استاذ ولا كلام كبير ولا حاجه يا عم، والله الموضوع ببساطه خالص. مصدر نائب عن فعله. يعني ايه مصدر نائب عن فعله؟ يعني انت تلاحظ ان كلمه صبر اصلا مصدر. يعني ايه مصدر؟ اللي هو المفعول المطلق، صبرت صبرا، ها حججت حجا، سمعت سمعا، وهكذا. اذا ده المفعول المطلق. فاذا جه المفعول المطلق ده هو يعني مصدر، ده هو جه المصدر بقى، خلينا نسميه المفعول المطلق دايما منصوب. فجه المفعول المطلق ده في صوره مرفوعه، جه هنا في مش هنعربه مفعول مطلق طبعا اللي هو الخبر يعني. فبيسموه عشان هو مصدر واغنى عن ذكر الفعل وجه مرفوع، فبيسموه مصدر نائب عن فعل. المهم يا جماعه انا مش عايزكم توجعوا دماغكم بالجمله دي كتير، لانها يعني مش منتشره قوي في المنهج، بس انا عايزك لو سمحت تخلي بالك منها. لو جات لك فقره وجات جمله شبه حج مبرور او صبر جميل او حكم عادل او سمع وطاعه، طبعا هشكل لك، طبعا لازم احط لك الضمتين ما تقلقش. يبقى في الحاله دي بتعرف كلمه حج وصبر وسمع، هذه الكلمات تعرب خبر لمبتدا ايه؟ محذوف. يبقى في ثلاث جمل بدور عليهم في المبتدا المحذوف وجوبا. جمله نعمه وبئس، ها ما تسكتش والمخصوص متاخر. شبه الجمله في ذمتي وفي عنقي، ها ما تسكتش ودل على قسم. والمصدر النائب عن فعله مثل حج مبرور وسمع وطاعه وصبر جميل. طب افرض يا استاذ جت سمعا وطاعه أو صبرا في الشدائد، جت منصوبة يعني، افرض جت منصوبة، خلي بالك لو جت صبرا منصوبة راء وقدامها وفوقها شرطتين وقصادها ألف، لو جت صبرا أو سمعا أو طاعة وحط لك فتحتين كده فوق تاء التأنيس، لو سمحت ما تبقاش خبر لمبتدأ محذوف، لا طبعا، في الحالة دي تعرب مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره من نفس حروف الفعل. إذا يا جماعة لازم تكون مرفوعة، اقول صبر وحط لك الضمتين، لكن لو اتحطت فتحتين فوق صبرا بقت مفعول ايه؟ مفعول مطلق. في الجمله الرابعه الرفاهيه بقى بيسموها النحاء النعت المقطوع للمدح او الذم للترحم او الترحم. يعني ايه النعت المقطوع؟ يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ اقول لك بسرعه، ها؟
أقدر محمدا الصادق. خلي بالك أنا كتبتها إزاي، أقدر محمدا منصوبة هي الصادق مرفوعة هي، مع إنك المفروض إن أنا أقول إيه أقدر محمدا الصادقة، كان المفروض أعرف الصادق دي نعت لمحمد، لكن حطيت نقطة وكأني بدأت جملة جديدة وحذفت المبتدأ، فده بيسموه كلمة الصادق دي بيسموه إيه؟ نعت مقطوع للنعت مقطوع يعني بقى خبر، يعني خلاص قطعت الجملة ووقفت وخليتها خبر لمبتدأ محذوف، يبقى ده لي نوع من الإيه من المبالغة في المدح يعني، أو المبالغة في الذم أو المبالغة في الترحم، فالجملة دي أقوى شوية. يعني لما أقول أقدر محمدا الصادقة أضعف من أن أنا أقول أقدر محمدا الصادق، ده هنا أكثر تفخيما لصدق محمد. كذلك لو قلت مثلا اجتنب اللئيم الخبيث، مع أن كان المفروض أقول إيه اجتنب اللئيم الخبيثة على أساس أنها صفة للئيم، لكن لا قطعتها تفخيما في الذم. أو مررت بلئيم خبيث، مررت بلئيم خبيث، ده رفعتها مع أني المفروض أقول إيه مررت بلئيم خبيث، فقطعت النعت عن المنعوت وكأنه خبر لمبتدأ محذوف زي ما قلنا مبالغة في الذم. تصدقت على الفقير المسكين، أصل الكلام إيه هنا بقى برضو نعت مقطوع، يبقى تصدقت على الفقير هو المسكين، إذن كلمة المسكين تعرب خبر لمبتدأ محذوف وجوبا على فكرة، والخبيث برضو تعرب خبر لمبتدأ محذوف، والصادق تعرب خبر لمبتدأ يا شباب محذوف. الخلاصة يحذف المبتدأ جوازا مع جملة جواب الاستفهام وعناوين الكتب وبعد القول، أما الحذف الواجب مع نعمة وبئس والمخصوص متأخر مع في ذمتي وفي عنقي إذا أشعرت بالقسم، وإذا كان مصدر نائب عن فعله يعني بين قوسين شبه جملة حج مبرور أو صبر جميل، أو النعت المقطوع عن المنعوت بتاعه للمدح أو الذم أو الترحم، دي مواطن حذف المبتدأ سواء جوازا أو وجوبا.